في سؤالين هنا في الورقة. بيقول ما حكم من شنق نفسه وهو مسلم؟ هل يعتبر كافر خارج من الملة؟ وهل يجوز دفنه في مقابر المسلمين؟ اللي بيشنق نفسه يا اخوان ارتكب ذنب من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه إلى يوم القيامة. فالنصوص تدل على أن من قتل نفسه ارتكب ذنبا من كبائر الذنوب واعتدى على حق من حقوق الله، لأن نفسه ليست حقا له. نفسك دي ما حقتك انت عشان تتصرف فيها بما تشاء. ولهذا من قتل نفسه أو تسبب في قتل نفسه بأي نوع من أنواع التسبب يكون ارتكب ذنب كبير. كذلك العلماء قالوا: من تبرع بشيء من أعضائه وتسبب في قتل نفسه، لأنه ما من حقك تتبرع بشيء من الأعضاء، لأنه دي ما حقتك، كلوة بتاعتك ما حقتك انت عشان تمشي تتبرع بها، عامل فيها كريم وعامل فيها شنو ما عارف، ماشي تبرع وبيبيعوها بيع بالقروش، ده كله ما بيجوز، لأنه ليس من حقك أن تبيع، وليس من حقك أن تتصرف في نفسك، كل ده ما بيجوز. أما كونه خارج عن الإسلام وخارج عن الملة فلا، ده ما ذنب من كبائر الذنوب لكن ما بيخرجك عن الملة، فما بيعتبر كافر. فلو قتل نفسه يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يدعى له بالرحمة والمغفرة، لأنه ده ذنب دون الكفر ودون الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا بيغفره، عشان كده زول لو قتل نفسه أدعو له ربنا بالرحمة والمغفرة، ربنا بيغفر له، بيتجاوز عنه ممكن، وممكن يعذبه بقدر ذنبه. لكن لو مات مشركا بالله ما بيجوز تستغفر له. لو مات زاني قتل حدا قاموا عليه والحد، زاني محصن رجم بالحجارة لحد ما مات، تدعو له ربنا بالمغفرة والرحمة. لو قتل حدا لأنه قاتل نفس برضو تدعو له ربنا بالرحمة. لو قتل مثلا في أي ذنب من الذنوب تعذيرا، الحاكم له أن يعذر بعض الناس فيقتله حد الحرابة، ذول حرامي نصاب بينصب أموال الناس في الطرقات، قبضته الحكومة قتلوه تعذيرا، كويس، تدعو له بالرحمة وبالمغفرة، ده كله يا أخواننا بتدعو له. أما من مات مشركا بالله ما يجوز تدعو له ولا بالرحمة ذاته، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما بيجوز لو مات مشرك. أما أي إنسان مات مسلم بأي ذنب من الذنوب، سارق، قاتل، عامل أي ذنب من الذنوب، قاطع رحم، عاق والدين، غيره من الذنوب الكبيرة الشنيعة، تدعو له ربنا بالمغفرة وبالرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وكذا. طيب اثنين، يقول السؤال الثاني: ما صحة قول القبيلة الفلانية تتحور إلى أسود، بتقلبوا يعني، أو شنو مصاصين دماء، أو يتحور إلى شنو كده ما تعرف، بردو بردو ولا شنو؟ طيب أول ده يا أخوانا نوع من الكذب ودي الخرافات اللي بيفكوها الناس، سمعناها زمان إن حبوباتنا وأهلنا زمان، يقول لك القبيلة الفلانية ديك أعمل حسابك منهم، كان مشيت لهم بالليل بيطلعوا ضنبهم،
واحد زيد بيمرق ضنبه وبياكلوا الناس وده السحاحير وده البعاعيد بيدفنون بيقوموا تاني. يقوم وين يا سول؟ الله يهديك. يقوم وين؟ وده كان دفنوا حي تاني بقوم القبر ده ما شفتوا؟ كان دفنوا حي تاني بيمرق؟ تاني ما يقدر يمرق. فدي يا اخواننا من الخرافات اللي لاصقة في اذهان الناس ولها جزء من الدعوة العنصرية. عشان كده الناس بنت عليها أقاويل وبغض بين القبائل. وكل يا أخواننا ما يتعلق بالتحريش بين القبائل وإثارة البغضاء بينها والكراهية وتصنيف القبائل على أساس عنصري وعلى أساس من الثقافة والتقاليد الموجودة، ده كل الإسلام بريء منه يا أخواننا. الإسلام بريء من هذا كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي. وقال عليه الصلاة والسلام: قال أربع في أمتي. دي قاعدة ما تنتهي بالمناسبة، يعني قد تقل عند بعض الناس نتيجة للدين. أصب قليل الدين، بس عندك دين دعوة العنصرية اللي عندك بتقل، وقد تنتهي لو الإنسان كان قوي في إيمانه وفي دينه، تنتهي عنده. يبقى عنده المسلم هو المحبوب والكافر هو المبغوض. المسلم ده أيا كان، سوداني مو سوداني، أكان سوداني ذاته قبيلته من الشرق من الشمال من الغرب من الجنوب، بيبقى عند كل واحد على أساس أنه مسلم. هذه دعوة الإسلام. الإسلام يدعو إلى أن يتساوى الناس جميعا تحت مظلة الدين. كل الناس سواسية، كلكم لآدم وآدم من تراب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. دي ما بتنتهي نهاية، يعني كونها تكمل ما بتكمل. قال: الطعن في الأنساب، أو الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. دي ما بتنتهي، تحول بس من شكل لشكل، تلقى كثيرة عند الناس وقليلة عند الناس، لكن أصلا بتكون موجودة وقاعدة في الأمة. أما المؤمن يا أخواننا ما يصنف الناس ولا يتعامل مع الناس بناء على عنصرية، لأنه أنت لو قلت لك ثانية فلان رافع لك نخيرته فوق، يقول لك أنا قبيلتي كده، يعني شنو يعني؟ أنت عملت شنو؟ ما أنت قمت ولدوك لقيت رقبتك في القبيلة الفلانية، شنو يعني؟ عملت شنو أنت؟ وماذا عندك؟ وماذا قدمت؟ ما قدمت أي حاجة، قمت لقيت أمك فلانة وأبوك فلان وقاعد في القبيلة دي، ما في شيء. ما في شيء. ولاحظ الإسلام رفع ناساً ما كانوا من القبائل الشريفة. رفع ناس فوق، ومن قبائل كانت بحسابات البشر وبحسابات الجاهلية قبائل وضيعة. ربنا رفعهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إني لأسمع دفن عليك في الجنة. كرأيك سامع صوتك، قال لي في الجنة. وبلال أسود كان حبشيا، ومع ذا أبو لهب، أبو لهب ده سماه أبو لهب لأنه بيرقش عنده، لا وشه بيلتهب، جميل قرشي، وفي قرشي من بني هاشم، وفي بني هاشم من بني عبد المطلب، ده أشرف بطون العرب وأشرف القبائل. بعد ذا يتزجى في جهنم، هو المرة بتاعته حمالة الحطب كلهم في جهنم، وبلال الحبشي الأسود بدفن علينا في الجنة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لي سمعت دفن عليك في الجنة جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دي كلها تقسيمات باطلة مغروزة في المجتمع، مؤصلة في المجتمع، استغلها بعض المغرضين لأسباب ولأغراض، أججوا بها الفتن بين الناس وأثاروا بها الحمية بين الناس استغلالا لهذه الأوضاع اللي بتوجد في بلاد زي السودان، لأنه بلد متعددة فيها ناس من هنا وناس من هنا، فاستغلوا هذه الأوضاع كلها لخدمة أغراض ومآرب، وكل هذه يا أخواننا من البلاوي. طيب أخيرا قال: ما هو القرين؟ وجزاكم الله خير. القرين نوعين: قرين بتاعك من الجن شيطان، ده بيكون معاك ملازمة، ده اللي بيؤذك ويدفعك للمعصية وللحرام، ماشي على الجامع برجعك، عرفته؟ ده اللي بخوفك في قلبك، ده بخوفك من الطواغيت. أول ما أنت تسمع التوحيد وتقول الليلة خلاص أنا من هنا، تاني فكيمة
دجال ماف محايا بيشربوها ماف ورقة بيربطوها ماف عقيدتك مشت كويس بيجي ده بخوفك شكده ربنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان بيخوفك من الأولياء الطواغيت يقول لك أوي أنت كمان دار تبقى لي عندك راي في الفقرة أوعك من فخوك واعمل حسابك ما شايف ود فلان ده بلقط في الأكياس هذاك بهيني ليه ده نظم في الفقرة قشطه عملوا ليه بخوفك وده يؤذك للمعصية ويجرك ليه هذا القرين عشان كده بيجي يوم القيامة بيتبرأ منك ربنا قال قال قرينه ربنا ما أطغيته شوف كذاب هو ضلله في الدنيا لكن يجي يوم القيامة يقول شنو ربنا ما أطغيته ولكن كان براو براو كان في ضلال بعيد شاكلوا ربنا يقول لهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أما القرين الثاني الملك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ده اللي بيكتب ده قرين بيكتب عليك مشيت للفكي بيكتبه مشيت الحفلة بيكتبه حضرت فيديو كعب ولا كده دسيت براك بالموبايل قاعد تحضر كده بالدس ها بيكتبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ده بيكتب عشان كده بيجي يوم القيامة بيقول شنو هذا ما لدي عتيد معد مكتوب كله جاهز هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قيل هذا من كلام القرين يعتري يشهد عليك ويوري الحاجة انت عملتها ويجيبه مكتوب كله فده القرين من الجن والقرين من الملائكة شهيد على الإنسان طيب واحد جاب لي الكيس الأسود ده فيه والبلوة دي في شكل بتاع دافي خد بالك ده حجاب شكل بتاع ثعبان شايف عشان تعرف انه في ناس ذاته ابليس ده لعبهم لعب والله لعبهم لعب عجيب خلاص ده شكل بتاع ثعبان فيه كم شايف فيه كم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فيه تسعة حجبات في ثلاثة ولا أربعة منهم بيقرن ده قرن بتاع عتوت ولا تيس يهودة ده بيقرن شوف ده كله من الشغل بتاع إبليس دق مقلب في فكي كتبه واحد تاني ربطه وكله ده من الاستعانة بالجن والشياطين ولا علاقة له بدين الإسلام هل هذا عنده علاقة يا أخوانا بدين الإسلام هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم حجابا أو تميمة أو أدى لواحد من الصحابة يعلقه أو علق واحد من الصحابة مثل هذا مع إنهم هم الذين نزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وشاهدوا الوحي وأحسن من فهموا القرآن وأفضل هذه الأمة وأعظمها إيمانا وأعلمها بالله سبحانه وتعالى مع ده ما كتبوا حجاب ولا ورقة زي دي ده أسأل غشبه ومنه ده ذاته شفت كيف؟ ده كله من الخداع والغش الغريبة مع ده كله واحد بتلقى مربط حجبات زي دي لو بتسأل الجنود الناس اللي بيقاتلوا في الأطراف هناك والبدافعوا عن البلد بيقول لك لقينا واحدين زي ده المربطين حجبات من الخوارج والخونة الناس المارقين والداخلين دارين يأذوا البلد بتلقاهم مربطين بحجبات زي دي وكاتلينه بعد ده واحد قال لي من الأشياء اللي حيرتني لقينا واحد مقتول من الخوارج مقتول ومربط حجبات واحد من العساكر المساكين لقى ذاك ما يبيع حجباته ما خلص منه الحجبات اللي لبسنه بالله ده تبادل ادوار ولا شنو ما قتلوا بعد شويه انت برضه هو ذاك ميت لو عنده عقل لو في ذره بتاع عقل هو ذاك مفتوح ميت في الوطن تجي تملص الحجبات بتاعته تلبسها انت لو اغنت لاغنت عن صاحبها لو كانت بتغني عنه شيء لا أغنت عن صاحبها عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرقى والتمائم والتولى شرك ده شرك بالله سبحانه وتعالى كيف تربط لك شرك وتقابل ربنا تقول له شنو يوم القيامة
تقابله تقول له شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شوف الكاتبة الله بتبقى. لو جيت ناديت أي واحد سألته، أي مسلم أسأله، قل له والكاتبة الله بتبقى ولا ما بتبقى؟ يقول لك بتبقى يا مولانا. والشر اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده لك بينزل عليك ولا ما بينزل؟ يقول لك بينزل. والخير اللي ربنا كتبه لك حينزل ولا ما حينزل؟ يقول لك حينزل. طيب انت لابس الحجاب ليه؟ ما تتوكل على الله؟ توكل على الله ما دام اي حاجه جايه منه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: قال ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. رحمه ربنا بتنزل والعقاب من ربنا بينزل، ولا حاجب لك ولا حامي لك الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تربي طورك زي ده ولا حجبات، ولو في حجاب ادلك الفقير طب تجدع عليه في وشه، ده ما بينفع بشي ولا بيحلك. وداس لو فتحنا به جوا حنلقى عجايب. يعني هسه ده شكله ده حاجه دراشه غايته دي انا هابشها من برا، حاجه دراشه ما معروفه، فيها حصحاصه جوا، فيها بعره بتاعت حمار، فيها شنو ما معروف دي. ولو فتحنا خليه بنفتحه المره الجايه، هسه ما في وقت له، لكن اعرف الحقيقه انه هذا التعليق لا يجوز حتى ولو مكتوب عليه القران، ما بيجوز. ليه؟ ما بنقول القران شرك، لا ما شرك، لكن حتى لو علقت القران ما بيجوز، لانه اول حاجه فيه اهانه للقران، ده قربته في نصه صح؟ نجاسه وكلام فارغ وبلاوي، فيه اهانه للقران. يا قصي انت لو حايدر تكريم التربوطه هنا ده؟ وخش شباب الحمام وغازورات الى غير ذلك من البلاوي. انت لو علقت قران غيرك بيشوفه بيمشي بيعلق غير القران، وده بيفتح لك باب الى تعليق غير القران. عشان كده العلماء قالوا الصحيح القران لا يجوز تعليقه، لا يجوز تعليقه. يا اخي انت علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، يكفيك من ده كله، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ربنا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا يقول: اليس الله بكاف عبده؟ ربنا بكفيك ولا لا؟ ادعو ربنا يا اخي، استغيث، ادعوز من الصباح، ادعوز المساء، ادعوز اذكار الصباح قولها، اذكار المساء قولها، قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من نزل منزلا، دخلت سوق، خشيت لك كافتيريا، مشيت بلد، نزلت اي مكان، قال فقال: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ما يضرك اي شيء، كلمات تقول بلاش رابط لك 60 حجاب، وده تلقى مشترين بعد ده بيكون مشترين، وده الغاليات. القرين ده هو القرين الفقير قطعه من تيس، لكن انت لو جيت دار تشتري يقول لك: اوه ده ابو قرين يا اخي، ابو قرين ده غالي جدا طبعا، ابو قرين غالي بتاع شنو الله هذيك، ده قرين بتاع تيس مجدوع في الواطه، لكن بيدوق فيك مقلب بيشريك لغالي، ويقول لك ده حجاب ابو ثعبان وحجاب ابو شنو، كل ده يا اخواننا من الهوس، كل ده من دعاوى الجاهليه، كل ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز للانسان انه يفعله اطلاقا. نلتقي ان شاء الله الحلقه القادمه.